بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، منور كابتن ماهر. ربنا يكرمك كابتن ناصر. كابتن علاء ميهوب وكابتن ناصر عربي وكابتن احمد، منورنا كابتن. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي على الفوز، وان شاء الله باذن الله نبارك له في المباراه القادمه، هي مباراه الهلال. هارد لك لنادي المريخ، ادى اداء النهارده اداء جيد جدا جدا، احنا طبعا استمتعنا باداء الفريقين. كابتن ايمن، قبل ما نروح للتحليل الفني للحكام، نروح لطاقم الحكام السنغالي اللي هو مجيتي نضال. كابتن علاء، حكم 37 سنه، مرشح بقوه لكاس العالم 2022، خلي بالك من النقطه دي عشان احنا هنتكلم فيها، نقطه مهمه جدا جدا. متخيل حكم لما يكون مرشح لكاس العالم كابتن احمد، يعني يعتبر متكامل من الناحيه الفنيه والبدنيه والشخصيه التحكيميه واداره المباراه. للاسف الشديد ان اما يكون هو ده مع سبعه رايحين، يعني عندنا الاثيوبي باملك رايح، بكاري جسامه رايح، جان جاك رايح، مصطفى غربال رايح، رضوان جيد رايح، مجيد نضاي رايح، كل رايح، كل واحد رايح بطاقم التحكيم كابتن احمد، كابتن ماهر طاقم التحكيم بداله. أنا بقول الكلام دوت ليه؟ للأسف مفيش ولا حكم مصري للأسف موجود في كأس العالم باستثناء محمود أبو رجال. محمود أبو رجال هو حكم مساعد، وكمان هيلعب مع مين يا كابتن أحمد؟ مع بكاري جسامة، يعني هيروح في طاقم بكاري جسامة. دي نقطة مهمة، لما يكون هذا الحكم بهذا المستوى على الفريقين، يعني الأداء هنتكلم في الأداء الفني، ولكن أنا فين الحكام المصريين؟ دي نقطة مهمة. أنا بغير على الحكام المصريين النهاردة. كاس العالم حدث كبير جدا جدا كابتن علاء طبعا، والحكم عشان يروح كاس العالم لابد من الدعم والمسانده، سواء من الاتحاد المصري او من المسؤولين، عشان يقفوا جنب الحكم عشان يروح كاس العالم، ما بيروحش لوحده. الحاجات دي كلها بتبقى بالدعم ومسانده. نتمنى ان شاء الله التوفيق لمحمود ابو رجال في كاس العالم، نتمنى يكون عندنا حكم كابتن، عندنا حكام كتير في القائمه الدوليه، للاسف مش ولا واحد فيهم راح لكاس العالم. نروح للتحليل الفني. واحنا قلنا دايما كابتن، الحكم عندما يفتقد الشخصيه يفتقد كل شيء تماما، يفتقد العقوبات الانضباطيه، يفتقد القرارات الفنيه، يفتقد السيطره على اداره المباراه. لما يكون هذا الحكم في البدايه هو سمح بالتشابك ما بين اللاعبين ولم يشهر البطاقه الصفراء، يعني خلينا نقول ان اول حدث لما حصل تشابك ما بين اللاعبين، هو هنا النهارده بنقول للحكم، احنا بنقول له ايه؟ في حال التشابك لابد انك انت تطلع كارت، لابد لازم طالما رحت وفي تشابك لابد انك انت تشهر البطاقه الصفراء حتى للاعب من هنا او لاعب من هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم في الشخصيه التحكيميه. اقدر ادي كابتن علاء، وانت كنت مدرب وكابتن احمد كان لاعب وكابتن ماهر مدرب واسامه عربي مدرب، وكلنا عارفين تقدر تدي اللاعب كل حاجه، تدي له فنيات، تدي له لياقه، تدي له تحرك، تدي له توقع. ابدا شخصيه اللاعب، شخصيه الحكم، هي دي المشكله النهارده. نضاي يفتقد الشخصيه التحكيميه اللي النهارده للاسف الشديد. مباراه سهله جدا جدا جدا، خلي بالك لعيبه النادي الاهلي النهارده ملتزمين جدا، وخلي بالك لعيبه المريخ ملتزمين جدا. انت عاوز اكتر من كده ايه؟ مفيش جمهور، مفيش ضغوط، المنطقه الفنيه بره ناس هاديه، يعني النادي الاهلي النهارده حتى لو ليه حاجه او المريخ ليه حاجه ما بيعترضش. ايه الضغوط اللي عليك يا حكم وانت رايح كاس عالم؟ للاسف الشديد النهارده لم يقدم المردود اللي هو المفروض يقدمه. يمكن انا عندي حاله تلخص الكلام ده كله كابتن علاء، اللي هنشوف الحاله اللي هي موجوده معانا قبل ما نخش في العقوبات انت بتاعي كابتن احمد. او هنا احنا دايما بنقول حكامنا ايه؟ لابد انك انت في حال تشابك عندك ثلاث قرارات تعملهم، يا اما تروح قبل الحدث يا كابتن احمد، قبل الحدث خالص، يعني اول ما اللاعب يحصل فاول وهتحس ان اللاعب هيقوم وهيضرب، اوصل بسرعه سبرنت، افصل، خلاص انت كده حليت المشكله، حليت المشكله، ما فيش انت في غنى عنك انت تطلع كارت احمر هنا او هنا. هو هنا راح في امتى؟ راح بعد ما اللعيبه وصلت المرحله ديت. هذه المرحله طبعا انت كحكم ما تقدرش تخش بين اللاعبين، لانك انت هتخش ممكن تبقى في مشكله بالنسبه لك. لم يتخذ القرار، ودي اول حاله شخصيه الحكم. هنا بيبان شخصيه الحكم، هنا كان لابد النهارده على الاقل بطاقه صفراء هنا وهنا. تعال نروح للحاله اللي بعد كده. هذا المنظر لما يكون في حكم في كاس عالم في فريقين، اعتقد التزام الفريقين والسلوك الطيب لما يحدث هذا الكلام وينزل الامن بسبب الحكم برضك، هو الحكم ايضا هو اللي وصل اللاعبين، وطر اللاعبين داخل ميدان اللعب. انا بعيد عن الشخصيه التحكيميه بتكلم في حاجات كثيره جدا. هو ايه اللي حصل النهارده يا كابتن؟ اخطاء فنيه فادحه، سواء في القرارات الفنيه او العقوبات الانضباطيه، عندنا هنا وهنا، هنا وهنا، يفتقد تماما للكروت،
امتى ادي احمر وامتى ادي اصفر سواء للاعب النادي الاهلي او لاعبي المريخ. يبقى انا بتكلم نمره واحد شخصيه تحكيميه مش موجود، نمره اثنين القدره على اداره المباراه والسيطره عليها للاسف الشديد مش موجود، نمره ثلاثه القرارات الفنيه مفيش، العقوبات الانضباطيه مفيش، انت جاي النهارده تعمل ايه؟ للاسف وده حكم مرشح لكاس العالم. انا بقول الكلام ده ليه؟ للاسف لما نشوف الحكم ده رايح كاس عالم وانا عندي حكام دوليين النهارده كابتن علاء قاعدين للاسف الشديد حاجه يعني انا زعلان جدا وحزين. انا بقول في النهايه هو قراراته التحكيميه كانت على الكل، ان كان هنا في بطاقه او هنا في بطاقه، فعلا في بطاقه هنا تستحق وفي بطاقه هنا تستحق، ولكن بشكل عام هو يعني يفتقد لي ابسط الامور التحكيميه كابتن ايمن، اللي هو يعني حرام النهارده ان يبقى ما جيت النهارده في كاس العالم بملك في كاس العالم، بكاري في كاس العالم، جان جاك في كاس العالم، مصطفى غربال ورضوان جيد، وانا النهارده عندي حكامي كلها قاعده ما حدش فيهم. اتمنى للمسؤولين ان احنا نقف كابتن اسامه مع حكامنا كابتن احمد، مش هيوصل حكم ابدا الا بالدعم والمسانده، ودي كان تقييمي ديت بس مثل، لان احنا حكامنا مظلومين في عدم التواجد في كاس العالم 22. صحيح. بنقول الكل يجب ان يكون ساند وداعم ليهم، واحنا من خلال قناه النادي الاهلي النهارده بنقول احنا داعمين لحكامنا، لان ده شرف وحدث كبير لحكامنا يتواجدوا في كاس العالم في مش 22 اللي جاي 26. بشكل عام حكم النهارده افتقد لكثير من القدره الفنيه والبدنيه والشخصيه التحكيميه، ويعني اتمنى ان هو يطور من ادائه في المباريات القادمه، واتمنى ايضا ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس. شكرا كابتن ايمن. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه مباراه الاهلي والمريخ السوداني، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1 في الجوله الخامسه لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ابطال الدوري. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله، توفيق ايضا لمنتخبنا القومي الغالي علينا منتخب مصر في مباراي السنغال ان شاء الله، والتاهل لنهائيات كاس العالم. حابب في النهايه ان انا اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر همام، الف شكر كابتن، امتعتنا. الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. كابتن اسامه عرابي الف شكر كابتن، شكرا ايمن والف مبروك، وان شاء الله عبال ماتش المريخ ان شاء الله يا رب ان شاء الله، وبالتوفيق طبعا للمنتخب المصري في مباراتين السنغال. بايه كنت هتنساها دي؟ لا طبعا. طيب ماشي. كابتن علاء الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرك ايمن ومبروك للنادي الاهلي، تاخد مهمين ان شاء الله نبارك بعد ماتش الهلال، وقبل كده ان شاء الله رب العالمين نبارك تاهل مصر كاس العالم يا رب ان شاء الله. هدفنا كابتن احمد بلال، الف شكر يا كابتن. ربنا يخليك كابتن، ومبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله يا رب. الماتشين اللي جايين لانهم صعبين جدا يعني، بالتوفيق لمنتخب مصر، معجزه يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.